مرحبا جميعا. الجزء الثالث من محاسن وتحديات المعيشه في دوله قطر انقسمته لثلاث اجزاء لانه في ناس ما حبت الفيديوهات ممكن تكون شوي طويله، فحبيت ان انا اختصر شوي من اوقات الفيديوهات، فقسمت النقاط على اكثر من جزء. اذا شايف انه هذا الموضوع لطيف وحاب تعرف عنه اكثر فيا ريت لو تعمل لايك وتعمل شير وتعمل سبسكرايب وانيبل النوتيفيكيشن بيل حتى يوصل الفيديو بشكل اسرع. اذا كان في حوالي شوي دوشه فانا بعتذر لان انا ما قاعد في مكان عام صراحه، الجو كثير حلو فبحب ان اعمل فيديوهات اوت دور. إذا لقيت إنه الصوت شوي دوشة راح أختار أماكن ثانية في المرات الجاية. من النقاط اللي أنا بعتبرها من البوزيتيفز الكثير هائلة في دولة قطر جودة الاتصالات العالية جدا جدا جدا. جودة الاتصالات في دولة قطر عالية من ناحية الاتصال، سواء أنت عم تحكي مكالمات SMS أو whatever أو عم تتعامل مع الإنترنت. سبيشالي دولة قطر حاليا عم بيشتغلوا على موضوع الشبكات الـ5G. On the other hand، النقاط اللي يمكن تعودنا عليها بهذا الموضوع إنه الاتصالات تعتبر مقارنة في بلدك غالية. يعني إذا بقارن مثلا سعر الاتصالات في قطر مع سعر الاتصالات في الأردن فيعتبر غالي جدا، لكن زي ما حكيت إنه أنت ممكن تكون ماخذ باكج الإنكم الموجود دولة قطر هو أكيد أعلى بكثير من الإنكم اللي أنت بتاخده في الأردن، فبتوازن هاي النقطة بهاي النقطة وتستمتع بالجودة العالية. من البوزيتيفز اللي انا بعتبرها كثير حلوه في دوله قطر انها دوله للسياحه كثير كثير حلوه، يعني فيها اماكن كثير انت ممكن تروح عليها واكتيفيتيز انت ممكن كثير تستمتع فيها، اركيتكتشر كثير حلوه، اوتدور سبيسز كثير حلوه. اذا انت جاي على دوله قطر من التحديات انك انت لازم انك انت تحدد الاكتيفيتيز، تجهز خلينا نحكي السكيدجول اوف اكتيفيتيز اللي انت ناوي تعمله في دوله قطر قبل ما تيجي على دوله قطر، خاصه اذا انت جاي فتره سياحه، واذا كانت فتره السياحه اللي انت جايها هي فتره قصيره مش فتره طويله لحتى ما تضيع الوقت على حالك. من البوزيتيفز اللي انا بعتبرها كثير حلوه في دوله قطر اللي هي سهوله انجاز المعاملات الحكوميه وتوفر خدمات كثير من الخدمات الحكوميه اونلاين، انت بتقدر انك انت تعملها اونلاين سواء بانكينج سواء باصات حكوميه، فانت ما في داعي انك انت تروح على المكان اللي انت بدك تنجز فيه هاي المعامله، او اذا كنت بدك تروح لهذا المكان انت رايح بس عشان تستلم الريزلتس او خلينا نحكي الاوتبوت تبع هاي المعامله. On the other hand، من المساوئ او التحديات الموجوده في دوله قطر، نحكي من التحديات الموجوده في دوله قطر اللي هي المخالفات المروريه او مخالفات السير. بصراحه مخالفات السير مخالفات عاليه جدا جدا جدا، وإشي انا بحترمه يعني عشان تحفظ خليني احكي عشان تحافظ على العملية المرور او عمليه السير بشكل كثير سليم من غير اي مخالفات، لكن هو انا بعتبره يمكن رقم مبالغ فيه بس خلي اتس فاين. من المحاسن اللي بعتبرها او من المحاسن اللي بعتبرها في دوله قطر، لما كنت احكي بشويه من التحديات اللي مخالفات المرورية، من المحاسن اللي بعتبرها كثير حلوه في دوله قطر انه القانون بيغلب على الكل بدون تمييز بين اي حدا. اذا انت غلطت انت بتتحاسب، واذا حدا غلط بحقك راح يجيب لك حقه، بس اذا انت شكيت على هذا الشخص فهو راح القانون يجيب لك حقك بالقانون. فهي من المحاسن اللي كثير بعتبرها جميله في دوله قطر. من التحديات اللي بعتبرها او الشيء المزعج اللي بعتبره انا موجود عندي هون لما انا بدي اعمله اللي هو الزحمه اللي موجوده في الاماكن بشكل كثير كبير، خصوصا في وقت الذروه اللي بعتبره مثلا في العطله او خلال الذهاب للعمل او العوده من العمل، واللي اذا قارنته مرات في بلدك ما بيكون كثير، لكن بالاجازات الاماكن اللي فيها الاكتيفيتيز اللي الناس تحب تستمتع فيها راح تلاقيها كثير زحمه، زي مثلا سوق وايك تلاقيه كثير زحمه، كتار تلاقيها زحمه، الشارع اللي رايح على سوق وقت تلاقيه كثير زحمة، الشارع اللي رايح على كتارة تلاقيه كثير زحمة، مدينة سنترال داخل الكبير تلاقيها كثير زحمة. So الأماكن الناس تحب تروح عليها الأتراكتيف سبوتس خليني أحكي الأتراكتيف زونز الموجودة في قطر راح تلاقيها كثير زحمة في فترة الإجازات أو الويك إندز اللي الناس تطلع، كل الموجودين في قطر تلاقيهم بحبوا يطلعوا دائما في الويك إندز، فهي من التحديات الموجودة. من النقاط او البوزيتيفز اللي انا بلاقيها كثير حلوه اللي بتعجبني انا بشكل كثير كبير جوده الطرق، جوده الاماكن الخارجيه اللي انت ممكن انك تستمتع فيها، جوده الحدائق، جوده الاماكن العامه ونظافتها، وانه بديروا بالهم عليها بشكل كثير 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 كبير، والسيرفس فيها كثير 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 بروفيشنال وعلى مستوى كثير عالي. من التحديات اللي في مجال العمل اللي بسمع من كثير اصدقاء صعوبه في ايجاد فرصه العمل اللي هو حابب انه يلاقيها وانه يقدر يشتغل فيها واللي راح تكون تعجبه، سواء من ناحيه نوع العمل، من ناحيه البوزيشن او من ناحيه السالري اند سو اون، بيلاقوا صعوبه في انهم يوجدوا هاي الفرص. اخر نقطه راح احكيها بالبوزيتيفز لازم احكيها، الفعاليات الكثير حلوه اللي بتكون في شهر رمضان، بتكون فعاليات كثير موجوده سواء اوت دور اندور، خدمات كثير عاليه، فهاي من اهم النقاط اللي انا بشوفها برضه مسليه سبيشالي
البلد كلها مغتربين، في رمضان انت بتحتاج هذا النوع من الفعاليات. هيك انا بكون غطيت كل النقاط اللي انا بدي احكي عنها واللي انا حاططها على سكجول تبعي ومجهز اني احكي عنها للفيديوز تبعي، لما بحاسب التحديات الموجوده في او اللي بتعرض لها في حاله المعيشه في دوله قطر، واللي بتمنى اني اكون غطيتها كلها. اذا في بوزيتيفز او نيجاتيفز لك انت شايفها موجوده في الدوله اللي انت عايش فيها، يا ريت لو تحط لنا اياها في الكومنت عشان الكل يستفيد منها. واذا انت موجود في قطر احكي لي شو البوزيتيفز والنيجاتيفز اللي انا ما حكيتها، او احكي لي رايك ايش هي، احكي لي ايش رايك في النقاط اللي انا اوريدي صرت حكيها في هاي الفيديوز في الكومنتس الموجوده في تحت الفيديو. اذا شفت انه هذا الفيديو مناسب ولطيف ومفيد لكثير ناس، يا ريت لو انك انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اعمل انيبل نوتيفيكيشن بيل حتى توصلك النوتيفيكيشنز لما تنزل الفيديوز. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، واشوفكم فيديو جديد.